ما عندي ما نحكي. أجمل وأحلى صباح لكل من ينضم والتحق بنا في برنامج صباح الشروق، ورجعناكم من جديد مع الشيف ليلى اللي راه يتحضر في الماسيدوان. الرز بالماسيدوان، نعم، درنا لها المايس، الطون، جلبانه، زروديه مفورين، درت لها قطعه طماطم، قطعت لها البيض رقيق، درت لها شويه خيار. يعني انتوما واش عندكم، انتوما واش حبيتوا، واش يحبوا افراد العائله، خلطوا في هذاك الرز. درت اون فينيغرات اباز دويل دو طون، هذاك الزيت تاع الطون ما رميتوش، هذاك زدت له شويه لا موتارد والخل وطلعته. المعدنوس بيان سور جامي ننساوه في السلطات تاعنا. والتوابل باش تبلتيها؟ درت غير ملح فلفل كحل. اوكي. ملح فلفل كحل، مايونيز بيان سور ثاني، ملح فلفل كحل والخل او عصير ليمون. الان سويتها في لو كادر، ان كادر سون فون، يعني دوك نخليها تبرد شويه ونديروا لها بتيت ديكوراسيون بحبه جزر وشويه خيار يعني والبيض. وانتم قدمتوا سلطه سامبل وسهله لكنها راقيه ومفيده بالمكونات الغنيه اللي تحتويها. ماذا بيا كل سيده يعني هذه السلطه ما تخطيش من بيتها بعد الاولاد الصغار. راح تسينيها بالبيض مغلي، طماطيش، خيار، هذيك السلطه نديروها تحت لو بلا ديالنا، نزيد لها لا مايونيز، ندير بها بتيت ديكوراسيون، ندخلها تبرد قبل باش ما تطيحليش. أوكي. ونشوفوها معنا في صحن التقديم. برافو عليك. نروحوا الان مشاهدينا، كاين نستعرض محطه اخرى، محطه الام والطفل، حاضره بحضور سعاد بن صافي التي ستعرفنا على موضوع حلقه اليوم بعد هذا الفاصل.